غادرت سفيرة إمداد تابعة للأسطول البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من 100 أطنان من المساعدات الإغاثية للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من 100 أطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر. ومن المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. وأعرب مسؤول الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية. باسمي وباسم الشعب بمحافظة مدينة اللاذقية نتشكر كتير كتير الشعب المصري. نحن شعب واحد، أخوة بتربطنا أخوة وعلاقات وطيدة على مر الزمن. نحن بنشكرهم من القلب على هالمبادرات وعلى هالوقفة الوطنية القومية الشجاعة مع أهلهم بسوريا ومع أهلهم بمدينة اللاذقية تقديم هالمساعدات لحتى نطلع من هالمحنة، وإن شاء الله مستمرين مع بعض إيدي بإيدي ونرجع على اللاذقية إن شاء الله أحسن. وذلك تزامناً مع زيارة السيد سامح شكري وزير الخارجية لتركيا وسوريا في إطار التضامن المصري مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدمر. حديثي مع معالي الوزير على الأولويات لدي أشقائنا في تركيا فيما يتعلق باحتياجات من مساعدات، وسوف نعمل على توفير ما نستطيع منها لمواجهة هذه الكارثة ورفع بقدر الإمكان الآلام للمصابين وتوفير سبل الإعاشة لهم. تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.